الله، الواد ده رجع يبيع سمين ولا ايه؟ سمين ايه يا اسطى؟ ده كان بياكلنا قطط يا عم، وفجأة كده يطلع بحتة عجل مرة واحدة. مين ده يالا؟ أخوك في الرضاعة؟ ما تهدى شوية يا عم الهزاز وخليك صامت كده، ما تعديش الرزق، بكرة تيجي تبوس إيدي. تمام. اللي إيدي صحية واد، مصيبة لا تكون سرقه من حد وتجيب لنا بلوى. سرق إيه يا بامية؟ سرق إيه؟ هو أنا صاحب أرنب؟ ده عجل أهو، عجل ياما أهو. عجل؟ بتاع مين ده؟ بتاعنا كلنا يا خلبان. بتاعنا؟ بتاعنا إزاي يا أستاذ؟ اسمعوني يا جماعة، اسمعوني كويس بعد إذنكم. مكتب المحاماة اللي أنا بشتغل فيه ده أكبر مكتب محاماة في مصر. صاحبه فؤاد يكرم لما حكيت له عن أحوالنا هنا في حارة الدراويش قرر إن هو يساهم على قد ما يقدر، فتح قسم مخصوص لحل كل المشاكل القانونية لأي حد في حارة الدراويش، والكلام ده كله بالمجان، يعني من غير ولا مليم. الله أكبر، يعني ممكن ياخد الواد ابني يوديه مستشفى 57؟ طبعا يا حاجة، وممكن كمان نعالجه على حسابنا. يا صلاة النبي، الله أكبر الله أكبر. سمعت يا بنت يا سرع اللي أنا سمعت؟ سمع يما سمع سمع، مش مصدقة. ولا أنا مصدقة. يا واد حط هناك شويه عند عمك ابراهيم والحاجه. بسم الله ما شاء الله، الاكل كتير اهو. يا اختي امي بدلك وانت معصعصه كده. يا نادي اكلي بنتك، البنت ليس مش عارفه تاكل. قولي يا حبيبتي. حته الكبده والنبي يا سعديه، الواد عشان بيحبها يا رب يخليك. حبيب قلبي ده ياخد كبده، ده مش كبد العجل. يا عم غزال مفيش جريل، مفيش جريل، الاكل ده مش صحي. جبل ايه يا استاذ شعبان؟ احنا عايزين لحمه وسمين. قال لك جبل ايه؟ عم غزال مفيش جريل، خلاص بدل مفيش جريل يبقى جبر الزاد بلقمه واحده مش هجري حاجه. انتوا غصبتوا عليا عشان انزل، واديني نزلت عشان اللمه والفرحه والهباب. انما كمان هتغصبوا عليا ان انا اكل وانا ماليش نفس، مش هاكل. الله جرى ايه يا اخوانا؟ بس سيبوا الراجل في حاله، ما صدقنا نزلناه. يا اخويا كل دي لما تفتح النفس. كلوا يا درويش والغواصوا في الميغا، ما انتوا خلاص بقيتوا لقمه طريه في بق يا كان ابني الاناضول. النهارده ذبح لكم العجل، بكره يذبحكم واحد واحد ويمصمص فيكم ويشرب دمكم هو وعياله. الحمد لله والشكر لله. الحدث ده يا اخوانا حدث تاريخي. حاره الدراويش نهشت بطن التركوة وأكلت أكبادهم الثمينة، وده تمن بيدفعه كل غريب تطأ قدمه أرض المحروسة. والمحروسة هنا ليست نسبة إلى محروس الذي نعرفه جميعا، ولكن المحروسة هي مصر، مصرنا المحروسة. الله 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 عليك يا جماعة. صح يا وزة، مصر مقبرة الغزال. اسمها مخبرة الغزاة يا جاهل. لا لا بالعكس يا شعبان، فايبريشن جاب التايهة. مصر مقبرة الغزال يا إبراهيم. الناس لسه ما هضمتش اللقمة، تقوم تديهم درس في التاريخ. يا أختي ما تسيب الراجل ينفس على روحه شوية، أنت على طول كده قاعداله على الواحدة. هناك دي النسوان، ده هو اللي بيطفش منكم الرجاله. لا الله هو اكبر، واحنا نقدر نستغنى عنهم؟ قول يا اخويا قول للصبح واحنا لسه معاك اهو. قول. ولا ما قطع فيا في القعده الحلوه دي غير انها من غير محروس. محروس مين يا اختي اللي وجع قلبك؟ ده عايش في الميغا دي ليل ونهار وبيقلع عن اليوم اللي شافنا فيه. لم لسانك يا حوده، لم لسانك واخلص. ضفر محروس اللي بتتكلم عليه ده يعمل 10 من عينتك. عيب يا حوده ما تقولش الكلام ده، ما هو ابوك بيروح يقعد هناك بالشهرين والثلاثه. ما حدش بقى قال انه باع اهله وعايش في المرمغه؟ خلاص بقى يا اخوانا، صلى على النبي بقى. انتوا هتبوظوا اليوم الحلو ده عشان خاطر سي محروس ده بتاعكو؟ صح، انت عندك حق يا استاذ شعبان.
مش معقول يوم عظيم زي ده يبوظ عشان واحد ما يستاهلش. اعوذ بالله من غضب الله. ابن حلال يا شيخ سيد، خش بسرعه شق ريقك بلقمه هنيه. ما عشان انا ابن حلال ما ينفعش ادوق السحت واكل حرام. حرام؟ حرام ايه يا شيخ؟ غير ايه يا مولانا؟ هو في ايه؟ انتوا ما حرمتوش من العلقه القديمه اوام حنيتوا للخطب والفتاوي وسم بدن الناس؟ بالعكس، احنا جايين نطهر بدن الناس من السم اللي بياكلوه. لا 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 لا، بقول لك ايه؟ اوعى تصدق نفسك وتحيي الاشتغالات زمان. خلاص يا مولانا، البقين دول راحوا من زمان. لو انت الفرج لسه بيلعب هقطعهولك. خلاص يا اخوه، خلاص يا حوت، اتفضلوا. وياك اسمع صوتك. اتفضلوا. خلاص اتفضل. عد على فين يا سيدنا الشيخ؟ ما تقلقش يا اخ وزه، احنا زي ما انتوا عارفين ناس مسالمين وما بنحبش ناس حد. انا بس عايز اسمعكم كلمتين عشان تهدموا السم اللي كلتوه. اتفضلوا اقعدوا يا جماعه، واقفين ليه؟ فعدلوا اقعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. القصر اللي انت عايش فيه ده اكبر ازمه. تيمور يا كان يا محروس اللي مشغلك عنده ده اكبر سفاح جابته مصر من 50 سنه. سيبك من العصابه يا محروس، فكر وجودك هنا بيساعد الناس قد ايه وبيحميهم. استاذه قصد كل انا مجرم؟ انا مجرم وشغال مع الناس دي. في حضرتك اه انا شغال مع الناس دي في اي مصايب بقى، مخدرات، سلاح، اللي تحبيه. محروس ابو خطوه اللي انتوا بتتحسروا عليه وبتتباكوا على غيابه. محروس بلطجي ومجرم وتاجر مخدرات. اخرس قطع لسانك. جرايه سعديه، هو انت اتطردتش ولا ايه؟ ما احنا كلنا سامعين صوته. ده ملعوب وربنا ملعوب، دي اشتغاله. معلش انا عارف ان الصدمه شديده عليكم، بس دي الحقيقه. وبعدين الراجل ما غلطش يا اخوانا، الراجل رجع لاصله، رجع للناس اللي مشغلين. ومين هم الناس اللي مشغلين؟ تيمور باشا يكن اللي بيطفحكوا السم دلوقتي. تيمور باشا اللي عايز يشتريكوا بشويه ملاليم عشان ابنه نزل الانتخابات عن دايرتنا دي. يبقى الفيلم فيلم انتخابات وانت جاي تصطاد في الميه العكره. بلاش فيها يا استاذ، بلاش فيها. احنا طلعنا السياسه والحمد لله. انا بس جاي اوعي الناس وافوقكم. بكره هيشتري اصواتكم قدام اللجان الانتخابيه باللقمه اللي كان بيطفحها لكم. ولو اللقمه دي ما طمرتش فيكم هيذلكوا باسرار بيوتكم اللي كان بيبلغها له محروس الجاسوس اللي كان بيشتغل عليكم. انت راجل واطي وكذاب وعايز الحرق كمان. محروس ما يعملش كده. مسامحك يا اخت عواطف، ومقدر اللي انت فيه. ما انت لازم تدافعي عنه بعد لما فهمك انه هو بطل وانقذك من ولاد هارون. مش ممكن. ايه اللي بتقوله ده يا شيخ سعيد؟ هارون ايه وزفت ايه؟ احنا مالنا احنا ومال الكلام ده؟ يا اخوانا عواطف دي مسكينه، واتضحك عليها. اتضحك عليها نظير تمثيليه عملها محروس مع اولاد هارون. التمثيليه كان اتفاق ما بين محروس وهارون ان هما يخطفوا عواطف ويودوها الخرابه، وبعد كده يظهر هو في الاخر عشان ينقذها في الوقت المناسب زي بتوع السيما بالظبط. وطبعا الغلبانه صدقته وراحت تشهد تاني يوم في القسم عشان تطلعه، بس ما كانتش تعرف ان الباشا بتاعه كان هيخرجه في نفس اليوم ويمسح القضيه كلها. مش كده ولا ايه يا اخت عواطف؟ انت ابن كلب وحيوان ومواطن وما فيكش عرق رجوله. يا زباله يا زباله الشوارع يا البامه، يا كذاب يا واطي. بس يا واطي اوعي سيبيني. انت راجل كذاب والكلام ده ما حصلش. انا اختي دي ما حدش لمسها. بس يا واطي كفايه اوعي سيبيني. بقول كفايه لغايه كده ويلا بينا. يا راجل يا كذاب يا واطي. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس يا ظلمه. بس يا كفايه فضايح لغايه كده.